طيب السلام عليكم. اهلا بحضراتكم جميعا، سعيد جدا بتواجدي معاكم. الحقيقه ان الواحد يطلع بعد الناس الجميله دي حمل مش سهل. انا اسمي محمد حامد، انا متخصص في الموارد البشريه والتطوير المؤسسي والانساني بقالي شويه سنين كده زي ما حسام قال. النهارده مع حضراتكم عشان اشرح لكم حاجه في الهندسه، وانا مش مهندس، تمام؟ فاللي يبقى عنده سؤال في الهندسه يشوف اي مهندس جنبه يساله، تمام؟ انا هشرح حاجه النهارده اسمها الانتروبي او الانتروبي. في علم في الهندسه اسمه الثيرمودينامكس، العلم ده بيتكلم عن ديناميكيه الحراره او ديناميكيه التعامل مع الحراره. في ثلاث قوانين، ثاني قانون قانون اسمه الانتروبي. ايه الانتروبي دون؟ العشوائيه او الفوضى. ازاي؟ العلم ده قايم بمنتهى البساطه على، او النظريه دي قايمه بمنتهى البساطه على ازاي نقلل الفوضى when it comes للانرجي. ازاي اقدر اخلي الطاقه اللي معايا، اخلي الباور اللي معايا يطلع نتائج. النظريه لما اتعملت جات المثال الشهير بتاع البخار، لما المهندسين اخترعوا البخار والبخار كونوه وكوموه وزقوا بيه القطر، النتيجه الطبيعيه اللي احنا عارفينها. طيب الانتروبي ده ايه قصته؟ الانتروبي ده قصته ان كل ما الانتروبي بيعلى كل ما الطاقه المتاحه عندك بتقل. خطورته ايه؟ اعلى حاجه في خطوره الانتروبي ان حضرتك ما بتوصلش وحضرتك ما بتوصليش للنتائج اللي حضراتكم عايزينها. ليه؟ لان في حاجه اسمها مصطلح الهندسه كده، حاجه اسمها ليكج، خط الطاقه اللي ماشي ده في بعض الاخرام. الاخرام دي بتخلي الطاقه اللي حضرتك موجهها ما تحركش او ما توصلكش للنتيجه، فبتاثر بشكل كبير جدا 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 في النتائج. طب بتعرف ازاي ان في انتروبي خلاص، او في عشوائيه، او في فوضى؟ بعرف الكلام ده كله بان انا محدد مجموعه نتائج عايز اوصل لها، مجموعه النتائج دي ما بتطلعش. فده المصطلح الهندسي، عشان كده القاعده بتقول كل ما الانتروبي بيزيد كل ما الطاقه بتقل، وكل ما الانتروبي بيقل كل ما العشوائيه والفوضى بتقل كل ما الطاقه بتزيد. دي الحته الهندسه، تمام؟ قلت اشرحها لكم، يا رب اكون عرفت اشرحها بغض النظر عن هي رايحه على فين. طب احنا بقى كبني ادمين، هو ده الكور اللي انا بتكلم فيه، هو الموضوع ده علينا احنا كبني ادمين، ايه حكايته؟ ايه قصته كافراد؟ احنا كافراد ايه اسباب ان يحصل عندنا انتروبي؟ اول حاجه انت نفسك، انت نفسك او انا او حضراتكم سامح ان يبقى فيه انتروبي. تاني حاجه هي ثقافه، العشوائيه، الفوضى، عدم التركيز، عدم وجود نتائج معينه عايزين نوصل لها، ده بيزود الموضوع. طب الحاجه اللي بعدها التربيه، ودي كلمه مهمه قوي للاهالي اللي قاعدين معانا. جزء كبير جدا 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 من اللي بيطلع الفوضى واللي بيزود العشوائيه هو الكونسبتس والافكار والمعتقدات اللي احنا بنتعامل فيها مع عيالنا وبنتعامل فيها مع اولادنا ومع اخواتنا. الحاجه اللي بعدها مجتمع بشكل او باخر، العشوائيه فيه سمه من السمات، عشان كده لما احنا كمصريين بنطلع بره وبنخش في حاجه فيها نظام بنفلح قوي قوي قوي، لان احنا عندنا الجين ده كويس. لكن واحنا مع بعض افتكروا النقاشات اللي بنعملها وافتكروا الخلافات اللي بتحصل. اخر حاجه في اسبابها هي قابليه حضرتك انك تعيش في الفوضى، قابليه حضرتك انك بتزود العشوائيه، قابليه حضرتك وحضرتك ان العشوائيه تبقى جزء من شكل الكاركتر بتاعك. الحاجه الثانيه خطوره ده ايه؟ خطوره ده في ثلاث حاجات. اول حاجه ان حضرتك وحضرتك بتتعبوا جدا جدا جدا، ان بعد فتره من الفترات، انا بقالي فتره في المدرسه، بقالي فتره في الكليه، بقالي فتره في شغلي، مفيش نتائج طالعه. ده انا بطحن دروس وبطحن في الشغل وبطحن في التربيه وبطحن مع اهلي وبطحن مع الاولاد وبجيب فلوس وبجيب حاجات كتير جدا جدا جدا، بس النتائج مش طالعه ليه؟ فدي اول خطوره. تاني خطوره ودي المهم، الخطوره النفسيه.
الحاجتين اللي دلوقتي بقوا بيدمروا حاجات كتير جدا فينا، الاحباط والاكتئاب. الحاجه الثالثه، وان هي حضرتك وحضرتك تسيب نفسك بشكل كبير جدا جدا للقطيع، تجو ذا فلو. هي الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ اديني بعمل. هي الناس بتتحرك ازاي دلوقتي؟ اديني بتحرك. هو الناس ايه الموضه دلوقتي؟ ها بتحرك بعمل زي ما بعمل. لكن هل ده اللي انت عايزه؟ لو قلت لحضراتكم بمنتهى البساطه بعد المحاضره او بعد اليوم هيبقى في عربيه بره باسم كل واحد من حضراتكم موديل 2019، العربيه دي حضرتك هتركبها فيها شويه بنزين يودوك اسكندريه في خلال ساعتين، وسرعتك اللي هتمشي بيها 160 كيلومتر في الساعه تقريبا توصل اسكندريه في قد ايه؟ ساعتين، ساعتين وربع. جيت حضرتك عديت الكارته وعديت اول 100 كيلو وانت ماشي لقيت الكوبري بتاع وادي النطرون وطريق الساحل الشمالي، رحت واخد اليوتيرن ورحت نازل، فكلمتني قلت لي يا محمد انا دلوقتي على طريق الساحل او الطريق سالك برضه، فانا هقول لك امشي بسرعه 200 كيلومتر 300 كيلومتر، العربيه جديده وحلوه ما فيهاش مشكله، هتوصل اسكندريه في قد ايه؟ ساعه صح؟ 45 دقيقه. الحكيم بيقول انت مش هتوصل اسكندريه، انت مش هتروح، مع ان العربيه دي موديل 2019، مع ان فيها كل الكماليات. العربية هو انت، الكماليات هو حياتك، مش هتوصل. خلوني اوريكم شكل كده للانتروبي على شكل الحياة بشكل عام. طيب لو قلنا ان احنا عندنا مجموعة من المدخلات اهي، ايه المدخلات اللي في حياة اي بني ادم مننا؟ وقته، جهده، موارد، فلوس، شوية حاجات هو مكتسبها، أهله، صحته، حاجات كتير تعتبرها موارد، دي بتعتبر inputs. لما بتكون الانتروبي عالية بيبقى شكل الدنيا كده، كل واحد فينا عنده إطار حياتي، سنوات الجامعة، سنوات المدرسة، سنوات الزواج، سنوات حياتك المهنية، أي مكان. لو فضل الانتروبي كده النتيجة بتبقى كده، لا هي النتيجة بتبقى كده، ان الطاقه اللي طالعه والنتائج اللي انت متوقعها بشكل كبير جدا 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 بتبدا تقع منك بشكل كبير، الطاقه بتفقد، ما بتوصلش اسكندريه، بتتوه في وسط الطريق مع انك شايف ان انت راكب افضل حاجه موجوده. والعكس، ان لما الانتروبي بيبدا يترتب وتبدا ترتب الطاقة المتاحة، لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان مش كل الكور قد بعض ومش كل الكور في اتجاه واحد، ولكن هي دي الاولويات. هتلاقي في حياتك حاجات كبيرة وحاجات صغيرة، حاجات انت شايف انك محتاج تعملها دلوقتي وحاجات لا، وعشان كده النتيجة بتبقى كده. اكيد في الطاقة بتقع، اكيد في انتروبي بيحصل، بس كل ما حضراتنا بنعرف نسيطر على الانتروبي كل ما الموضوع بيبقى مور two results. طب نعمل ايه بقى؟ ما احنا عايزين، انت قلت الانتروبي واحنا خايفين وعارفين ان هو ممكن يعمل فينا كده. طب ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ خلوني ادي حضراتكم شويه تولز نروح بيها النار. اول حاجه، في راجل عظيم جدا اسمه ستيفن كوفي، الراجل ده كان كاتب كتاب اسمه العادات السبع للشخصيات الاكثر فاعليه. كان تاني عاده من العادات السبعه كان بيقول begin with the end in mind. ابدا وعينك على النهايه. لو سمحت ابدا اي حاجه بتعملها وانت شايف انت عايز توصل لايه. عارفين ابولو 1؟ عارفين اول رحله فضاء بتاعت ابولو؟ طبعا الشباب الصغير ما يعرفهاش، ولا انا اعرفها يعني ما عشتهاش، يعني هي قديمه في الستينات ولا السبعينات. الجدير بالذكر ان ابولو طلعت 15 مره اوف تراك. ابولو طلعت وارمسترونج في المكوك طلع 14 مره اوف تراك. في المرة ال 15 وصل القمر. فكان بعد الموضوع ده بسنة لما رجعوا كانوا في مؤتمر صحفي، فالصحفي بيقول له هو انتوا ازاي وصلتوا؟ قال له احنا طلعنا على فكرة 14 مرة اوف تراك. قال له وصلتوا ازاي؟ قال له كوت احفظوها لو سمحت. قال له as long as we have a clear destination as long as arrived. لولا ان احنا كان عندنا نقطة عايزين نوصل لها، لولا ان احنا وصلنا. كان كل مرة بنطلع نرجع تاني، احنا رايحين القمر، احنا عايزين نوصل للقمر، فلو سمحتوا
دايما ركزوا يا اهالي، انتوا عايزين توصلوا ايه بالولاد؟ يا شباب اللي داخل الجامعه، يا ناس يا موظفين، اعرف انت عايز توصل فين عشان ما تتوهش في طريق مصر اسكندريه، تبقى عارف انك رايح في السكه اللي انت عايز تروحها. الحاجه الثانيه، ايه وجهتك؟ وجهتك مع نفسك، وجهتك مع حياتك ايه؟ اينشتاين قبل ما ياخد جائزه نوبل، الراجل ده كان معروف عنه ان هو فيري كرييتيف. ففي صحفيه قالت له لما تموت ايه اللي هيحصل؟ قال لها انا راجل، هو كان يهودي الديانه، فقال لها انا مؤمن ان الكون ده له رب، وانا اول ما هموت انا عندي سؤال واحد هساله لرب هذا الكون. السؤال ده، انت بدات الكون ده ازاي؟ لان لو عرفت اول نقطه في البدايه كانت عامله ازاي، هعرف الكونسيكونسز اللي حصلت، هعرف التطورات اللي حصلت لغايه عصرنا الحالي. يوم جائزه نوبل الصحفيه دي قابلته وعرفته بنفسها وافتكروا بعض وكده، قالت له هو السؤال هو؟ لا لا، السؤال اتغير من سنتين. قالت له ايه السؤال؟ قال لها هسأل ربنا، اقول له يا رب انت جبتني هنا ليه؟ لان لو عرفت ربنا جايبني هنا ليه، هركز في اللي انا عايز اعمله، فهعمله فهنجح. الحاجه الثالثه، يبقى قلنا اول حاجه think in the mind، تاني حاجه وجهتك، تالت حاجه خدوها بقى جدا بالبلدي، اتوسل اليكم اعرفوا اولوياتكم، اعرفوا ايه المهم فالاهم، اعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. ركزوا في اولوياتكم كاسر، ركزوا في اولوياتكم كاشخاص، ركزوا في اولوياتكم كافراد كطلاب، ركز في اولوياتك، اعرف ايه الاولويات اللي انت عايز تنجزها. الحاجه اللي بعدها، مش انت حددت مجموعه من الاولويات وعرفتوا مجموعه من الاولويات؟ لو سمحت بعد اذن حضراتكم اعرفوا نتيجه كل حاجه من دي انتوا عايزين تحققوها ايه. كل اولويه من الاولويات دي ايه النتيجه اللي حضرتك واللي حضرتك عايزين توصلوا لها؟ لو ما حددتوش دي هتتوهوا، هيحصل توهان، وهتلاقوا الانتروبي ابتدى يزيد، هتلاقوا انتوا بتعملوا جهد كبير وبتحطوا انفستمنت كبير، بس ايه اللي بيحصل؟ مفيش نتيجه بتطلع، مفيش تحقيق بيتم، انتوا اكتر حد هيبقى تعبان. لو سمحتوا ركزوا في النتائج بتاعت الاولويات. الحاجه اللي بعدها، الفوضى والانتروبي صعب السيطره عليه، ولكن لو سمحتوا حاولوا السيطرة عليه، حاول على قدر الامكان تسيطر على قدر الانتروبي وقدر العشوائيه اللي قد يكون موجود في حياتك. هختم معاكم بثلاث حاجات. اول حاجه، الانتروبي صعب السيطره عليه، ولكن زي ما علمونا زمان، الكنز دايما فين؟ الكنز في الرحلة. الكنز طول عمره في الرحلة، الكنز مش في الوصول. الحاجة التانية، كنت بحكي لواحد صديقي على موضوع الانتروبي وبحاول اهندس عليه كده، فبعد ما خلصنا الكلام فقال لي بص يا محمد، اللي انت بتقوله ده بالنسبة لي عامل زي مثال ليه علاقة بالامتحان. انا شفت ان انا دخلت امتحان، الامتحان ده اعرف عنه معلومتين وفي معلومه ما اعرفهاش عن الامتحان. ايه المعلومتين اللي اعرفهم؟ اول معلومه اعرفها ان لقيت مكتوب على الامتحان من فوق تم استلام الامتحان يوم ميلاد فلان، وهيجيب على اسئله الامتحان محمد، عمر، اميره، حسين، اي مكان. كل واحد فينا له عدد من الاسئله هو اللي لازم يجاوب عليها. المعلومة الثانية اللي جوه الامتحان، ان لقيت اسئلة بخمسين درجة وبألف درجة ومئتين درجة وعشر درجات وخمس درجات، وكلها مكتوب قدامها اسمي انا. ايه الحاجة اللي معرفهاش عن الامتحان؟ ايه الحاجة اللي معرفهاش عن الامتحان؟ الوقت، صح؟ للأسف الشديد، الحاجة اللي معرفهاش عن الامتحان، الورقة بتتسحب امتى؟ الامتحان ده مشكلته ان الورقة فعلا فجأة بتتسحب. ما انا لو عارف هتتسحب امتى ما كان عملنا زي ما بنعمل. اخر اربع خمس ايام قبل التسليم ادوس واحرق وخلاص وربنا بيسترها وقت الله عين الله زي ما بيقولوا. لكن مشكله الامتحان ده ان الاسئله درجاتها مش زي بعض وفجاه الورقه بتتسحب. احفظوا عني القصه الجايه دي وبلغوها. ابن كثير، راجل من الناس المؤثرين في التاريخ، كاتب كتاب حلو كده اسمه البدايه والنهايه، بيحكي في التاريخ، بيحكي منذ ان كان الله سبحانه وتعالى فردا لغايه قبل وفاته بشويه. وحكى فيه حاجات كتير جدا جدا، حكى فيه في ابواب كتير حاجات ليها علاقه باسماء ناس، ذكر ما جاء في ابن الهيثم، ذكر ما جاء في كذا، ذكر ما جاء في كذا.
في ناس حكى عنها صفحتين ثلاثة وفي ناس حكى عنها 60 و70 صفحة. في 40 سنة ابن كثير ما كتبش فيهم ألم. فأحد الطلاب بيقول له: يا إمام، 40 سنة من الزمان أغفلت عن الذكر أم نذكرك؟ قال: أي بني، أقواما من هذه الأمة أتوا ومضوا لم يؤثروا في حالها فلا داعي لذكرهم. كان لإنتروبي علي عنده. شكرا لحضراتكم، سعدت جدا بتواجدي معاكم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.